الكورتيكو كوركتيف اكسرسايز المقدم من ICCA عربي هو نموذج للترجمه والشرح لكورس كوركتيف اكسرسايز المقدم من ICCA ونسهم في نفس الوقت. كل حرصنا فيه جدا ان الدارس يستفيد بشكل عملي بحت من مزايا الكورسين. اللي ما يعرفش يعني ايه كوركتيف اكسرسايز او الاكسرسايز كوركشن، هو نموذج مبدئي لتصحيح القوام وتعديله. كلنا عارفين طبعا ان ممكن نتيجه الحياه العمليه بتاعتنا او العادات السيئه اللي بنستخدمها في حياتنا بيبتدي يحصل بور موبيليتي او بيحصل ماسكل سكيلتال ديفيشن. دورك هنا ككوركتيف اكسرسايز انك تصلح الوضع ده. كورس الكوركتيف اول خطوه خالص هي خطوه اسمها الانهبشن، والانهبشن هنا معناه استخدام الفوم رولينج دي. الفوم رولينج دي دورها مهم جدا في الاداء الرياضي، زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه. تخيل بالظبط انك الراجل الفطاطري اللي بيعمل فطير، دايما بيبقى فيه كلكعه كده واحنا بنفرد. كذلك في عضلاتنا نتيجه اصابات، نتيجه عادات يوميه معينه بيحصل الكلكعه دي عن طريق الفوم رولينج، عن استخدامها الامثل بيبتدي يفك الكلام ده كله. بعديها الخطوه الثانيه على طول هي مرحله اللينسنج او معنى صحيح الاسترتشنج بقى. بعد ما احنا عملنا لها فرد، تعالوا بقى نفردها بقى خالص باستخدام الاستاتيك استرتشنج، وده ليه اساليب معينه وتكنيك وسيكونس هنشوفها طبعا ببساطه وكل تفصيل وبشكل عملي بعد في الكورس ده. الخطوه الثالثه والمهمه جدا هي الاكتيفيشن. بعد ما فردنا عضله لازم نقوي بقى العضله المقابله، لان احنا قلنا البول موبيليتي او البول ستريتشنج بيبتدي ياثر على الرينج اوف موشن او المدى الحركي للمفصل بتاعي. وبعد كده بنيجي للخطوه الاخيره وهي الانتجريشن، ان انا ابتدي ادخل الجسم كله في منظومه متكامله، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجسم بتاعنا ما خلقوش ان انا افضل احرك ايدي دي ودي تتفرج عليها، ان الايدين ممكن يتحركوا مع بعض، ممكن الف روتيشن كذا عضله تشتغل مع بعض. فده اللي انا بدخله في فكره الانتجريشن عشان الجسم يشتغل بمجموعه متناغمه مع بعضه ويرجع لحالته الطبيعيه. ما تنسوش تطلبوا هديه الكورس الفوم رولينج هديه مع شرائك للكورس، بالاضافه على الشهادات المقدمه بارخص الاسعار. ICCA Arabic خيارك الامثل في مجال البيرسونال ترينينج.